الفيلم الكردي العاصفة السوداء الذي أثار استياء البعض. معنا عبر الهاتف من دهوك الكاتب والمخرج كي بهار. سيد بهار، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. من وجهة نظرك كمخرج، هل هناك فعلا إساءة حملها هذا الفيلم للأيزيديين؟ عفوا، ممكن تكرر مرة أخرى؟ نعم، سألتك سيد بهار، هل يحمل هذا الفيلم من وجهة نظرك أنت كمخرج أي إساءة للأيزيديين؟ أي فيلم؟ الفيلم، فيلم العاصفة السوداء. لا، هذا بالنسبة لهذا الفيلم هو أصلا ما يعتبر على وجهة النظر اليزيديين، وهذا الفيلم أكثرية محاولة أنه حتى يسوون ميلودراما، حتى الجمهور يتعاطف ويا هذا الفيلم، ولكن لا، بالنسبة إلي كمخرج سينمائي وأكثرية الجمهور، الفيلم ما يعتبر على وجهة نظر اليزيديين. طيب، يعني ما يعتبر من وجهة نظرك ومن وجهة نظر الجمهور اللي شافوا الفيلم، ما يعتبر مسيء للأيزيديين، صحيح؟ نعم، الاعتبار على اليزيديين خاصة الآن في العالم بشكل غير هذا الفيلم، هذا مو جيد، ووجهة النظر على اليزيديين كان نيجاتيف، يعني مو سلبية، مو وجهة حقيقية. طيب، كان بعض اليزيديين اللي شاهدوا هذا الفيلم طلبوا برفع بعض المشاهد، هذه المشاهد أيضا من وجهة نظرك كمخرج إذا تم رفعها من سياق هذا العمل الفني، هذا الفيلم، هل سيكون جيدا وقتها أم ستبقى فيه ملاحظات؟ بالنسبة لفيلم، لما تتحدث عن واقع كارثي كحال اليزيديين، الاعتبار للفيلم هو مو أنه إحنا نتعاطف ويا قضية حتى نشوف كل الوجهات النظر بداخل موقع واحد سالب سالب يعني مو سالب عفوا نيجاتيف يعني مو زين سلبي. فيلم بموقع كارثة، إذا إحنا نريد نتحدث عن هذا الكارثة، إنه في مواقع كلش جميل بين الإيزيديين، لماذا ما نتكلم عن هذه المواقع كلش جيد وسالب، حتى الفيلم يكون واقعي واعتبار لوجهة النظر الواقع اليزيديين، لأن أنهم أنا أعرف كمخرج فيلم وثائقي، وأنا هم صورت بين اليزيديين كثيرا، وشفت أنه هم يحاولون بكل شكل وبكل محاولة حتى ينقذون جماعاتهم بإيدين الداعش. ليش ما أحكي عن هذا؟ ليش ما أحكي عن مواقع جريء بالنسبة ليزيديين؟ سيد بهار، إذن أنت تنتقد أنه لماذا تناول هذا الفيلم بعض القصص اللي قد تكون غير واقعية، وترك بعض الأشياء اللي هي حصلت بالفعل؟ أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي المخرج السينمائي والكاتب من دهوك كاي بهار. أهلا وسهلا.